عقبال ما الطاسه بقى تسخن ونعمل العيش ده، تعالوا ننزل وصفه لطيفه سهله كده. في ناس بتحب تعمل ساعات حاجات سهله وبسيطه في البيت مقرمشه، زي لقمه القاضي وزي بلح الشام والحاجات الحلوه دي، طبعا غير اللي طلبته مننا كارلا هنعمله طبعا. لكن هنعمل وصفه كده لطيفه سهله مختلفه، حاجات الناس اللي بتحب الحاجات اللي تنزل في العسل كده. طيب في لفائف كده، لفائف العسل حاجه بنرولها كده رول تبقى لطيفه. تعالوا نشوف المقادير بتاعتها ونبدا ان ايه نشتغل فيها، اعمل العجينه واسيبها ترتاح قبل ما نخبز العيش. عندي دول 2 بيضه، وعندي معلقه كبيره من السكر، وعندي معلقه صغيره من الفانيليا، وعندي ربع كوبايه لبن، وعندي معلقه كبيره من الصودا. الصودا دي صودا المشروب اللي بنشربه، صودا مش بيكنج صودا. وعندي كوبايه ونص من الدقيق تقريبا يعني 300 جرام، وعندي رشه ملح وزيت للقلي. الشربات كوبايه وربع سكر على كوبايه الا ربع ميه، واللي عايز يحط كوبايه وربع الكوبايه وربع يبقى خفيف ماشي، صيه مش محتاجه شربات تقيل قوي زي لقمه القاضي ولا بلح الشام. عصره نص ليمونه، وممكن اللي عايز يضيف معلقه عسل ابيض او معلقه من العسل الجلوكوز برده هتبقى حلوه قوي، هتمنع تسكيره الشربات. طيب تعالوا بقى بسم الله، انا بسخن الطاسه هنا. طيب هنا بقى هحط، بما انه بقى الموضوع جميل، هاخد كده البيض والسكر في بولة، علو كده هناخد البيض والسكر، هنخلط الحاجات دي، بس انا ايه هطمن الاول ان البيض سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بيضة، البيضة التانية. طبعا البيض ده من الحاجات اللي تدعم المناعه، بيدي احساس بالشبع، بالشبع كويس. حطه كتير مع سلطات وحاجات بديل البروتين طبعا الحيواني، لانه في الاخر ممكن ما ناكلش حاجات تقيله فيها لحوم، بس البيض يعوض. بسم الله هحط البيضتين والسكر، وعندي شويه ملح، شويه اسفه لبن. هنخلط بس الخليط ده الاول مع بعض. بسم الله، وهحط هنا الدقيق عليه ذره ملح، والطاسه هنا تمام سخنت، هنزل فيها العيش. ذره ملح اللي دي، بسم الله، وهنا زيت عشان القلب. نقلب الخليط ده كده مع بعض، وبعدين العجينة دي هتلاقوها يعني عجينة كويسة متماسكة. بسم الله الرحمن الرحيم، وإيه وننزل كده. بسم الله، الريحة بتاعة الإيه، نقلب تقليبة حلوة. والصودا، معلقة الصودا بس. نخلط العجينة كويس لحد ما العجان ينضف. تعالوا نبص كده على العجينة، بصوا جميلة ازاي، الله، بصوا عجينة حلوة قوي. تعالوا كده اهي، ايه دي العجينة، حلو الكلام. هنسيبها بس ترتاح شوية صغيرة قبل ما احنا نخلص الايه العيش اللي معانا ده، هسيبها ترتاح هنا وهغطيها طبعا. بسم الله، وممكن نعمل كمان كور صغيره منها هتبقى ألطف، عشان بس انضف الايه الكاونتر قدامي اهي، حبه صغيرين كده، وهسيبها هنا. الشربات نقدر نعمله ونسيبه في اي وقت حضراتكم عايزين تستخدموه. العيش ده من الحاجات الرائعة، وممكن كمان ندخل واحد الفرن بيبقى روعة، أهم حاجة ننفضه
يعني ايه كده، ننفض الرغيف ونريحه. ليه؟ علشان يعني ينزل من عليه ويريح كده اهو. على الايه؟ اه شغلت على الزيت يا حبايبي. خلاص بصراحه الرغيف مشبع وجميل بجد وريحته حلوه. بصوا احنا مطلعين منهم وهم شويه بس رائع بصراحه. تعالوا بقى نشيل ده، ننضف كده الكاونتر علشان ايه العيش. بصوا جميل ولسه اللي هيطلع معانا اجمل كمان. نفضل نقلبه كده يمين وشمال علشان، وزي ما قلت الطاسه لو فيها بواقي من الدقيق مثلا واقعه هنمسحها علشان لما احط الرغيف التاني ما الدقيق ده مع السخونيه الكتير بيتحرق فيروح مدي لون غامق للرغيف اللي انا هحطه بعدها اهو. ونقدر ندخلها الفرن برضو. خلاص هاخد بقى انا شويه هنا من الايه، يا سلام الدقيق العادي بقى نشكل الايه الحاجات اللي احنا عايزين نعملها دي. وانا بسخن عيش اهو، بسخن اسفه زيت، يبدا بقى ياخد اللون. رغيف روعه بس وبساعده يستوي من ناحيتين مش كده، بقلبه كل شويه. طيب اللفائف دي هاخد كده منها كور صغننه. عندنا دقيق ابيض، ايوه عايزه شويه دقيق ابيض، ايوه عايزه شويه دقيق ابيض ماشي. اه تعالى هاتهم يا محمد. بصوا كور كورتين كده صغيرين كده. انا دي بوله بس فيها بواقي دي اللي انا حطيته، فباخد كده عشان اعرف اشكلها من غير ما ايه ما يلزق في ايدي اهو. شايفين هنا، حط لي شويه هنا اتفضل. طب تسلم ايدك، شكرا ليك. بصوا بقى هاخد كده وافرد المردانه برضو. طبعا العيش افضل اقلب الناحيتين هنا، رشه دقيق صغننه اهو كده. بصوا كده نفردها كويس، اهم حاجه الفرد بقى. تقدروا بقى تعملوها الشكل يريح حضراتكم، في اشكال كتير تقدروا تعملوها، تعملوها شرايط زي المخروطه تعملوها، المهم ان هي طعمها حلو مختلفه كده. ناخد بقى القطاعات او الرول اللي احنا ايه بنقطع بيه، نفرد بس كويس العجينه دي، هطلع منها كذا واحده كده هنا كده. وانا بفرد عشان ايه مطلع سخونيه اصله عامل حر. بصوا كده وصفه بسيطه وجميله وسهله اهو. ناخد بقى الرول والزيت هنا بدا يسخن اهو. بصوا بدات تبقى طريه برضو، معلش هريحها كده كده اهو. اخر فرده ونقطع بقى بالايه، في بقى العجله اللي هي المشرشره، في العجله الثابته بتاعه البيتزا اللي متواجد عند حضراتكم اعملوه. احنا شفنا الشكل ده في وصفات تانية بس عجبنا يعني فقلنا نعمله. بصوا حطيناها لي فين يا حبايب قلبي الرولة؟ اوكي هي مش باينه جنب المردانه بس ماشي. يا بسم الله هاخد كده اسويها، بس هشيل دول وناخد كده خلاص. ممكن نعمل كده ونرول. بسم الله العيش كده شايفين زي دي كده ونثبتها لازم عشان ما تفكش في الزيت اهي. شوف الزيت كده ها، دي لازم تتفرد شويه، عايزاها تبقى رقيقه
ايوه كده كفايه، كده كفايه اهي. واخد دي معاها كده زي ما حضراتكم شايفين. ناخد تسبيك يعني، وبعدين هنجهز بقى الشربات فين كده اهو. اعملوها بقى الشكل يريح حضراتكم. انا بس ايه عجبنا شكل اللفائف اللي هي شكلها زي الرول دي، يعني شكلها حلو بصراحة يعني كده. شايفين هقطع الجزء التخين ده اهي، شايفين العيش بدأ ينفخ. معانا حاجة سعاد، اهلا وسهلا. حبيبتي ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا، ازيك يا بنتي عامله ايه؟ انا بخير طول ما حضرتك بخير. انت ازاي صحتك وازاي ولادك؟ الحمد لله يا امي تسلمي لي. يا ربي دايما بخير يا بنتي. الله يسعد قلبك يا امي تسلمي لي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويكرمك. ربنا يكرمك. ممكن بس بعد اذنك اتفضلي تنزلي لي مقادير العجينه دي تاني؟ معلش من عيني من عيني حالا. يلا يا ندى نزلي حالا حاجه سعاد. يبارك لك انت وندى ان شاء الله. امين. العجينه اللي احنا بنعملها دي يلا. تسلمي يا ماما تسلمي، شرفتينا ونورتينا يا امي. اتفضلي اتفضلي حبيبتي اتفضلي في حفظ الله. يلا يا نودي اهي، بصوا كده العيش خلاص يا جماعه، لازم يتغطى عشان ما ينشفش. معانا العجينه اهي حاجه سعاد، حطيت بيضتين عليهم معلقه سكر كبيره وشويه رشه فانيليا وربع كوبايه لبن، خلطتهم مع بعض. المعلقه الكبيره دي عايزين نقول صودا، ماء الصودا، معلش هتصرها عشان الناس ما ايه ما تستخدمش الصودا اللي هي البيكنج صودا. وبعدين ضفت عليهم الدقيق بعد ما حطيت عليه رشه ملح بسيطه قوي، خلطتهم مع بعض. اول ما اتعجنت ناعمه كورتها كور متوسطه زي ما حضرتك شفتي، وبدات اشكلها كده، افردها كويس قوي وارققها واقطعها يعني مستطيلات كده. انتوا حاطين الشربات فين يا حبايبي؟ ها علشان تطلع معانا. وادي رغيف اهو طلع روعه، خلينا برضو نحطه هنا، لازم يتغطى. ماشي هبص عليه. وادي الرغيف التاني اللي عملناه اهو، بسم الله. وناخد بقى الشربات فينه حبايب؟ ايوه شفته خلاص عندي. لا الشربات مش ده، حطه فين يا محمد؟ تحت خالص. هخنقك يا محمد. فين فين؟ هخنقك يا محمد فعلا، يستاهل ان انا اخنقه والله عشان بعد قوي عني الحاجات. طيب ناخد كده بوله، يلا بينا اهو. هنطلع بقى الوصفه الحلوه دي ننزلها في الشربات يا روني، دي اخر حاجه. يلا بينا بسم الله. شايفين ازاي اهي؟ ظريفه جدا وخفيفه وسهله مغذيه اهو، وصحة وهنا. وما تطلع بقى نبقى نشيل منها التوسبيكس بعد ما تنزل في الشربات. خلاص كده اهو. ودلوقتي بقى طبعا هنستعد علشان الفقرة الخاصة معانا، الفقرة الطبية اللي هتبقى مشاركانا فيها ونورانا دكتور ريهام الحياوي ان شاء الله اهو. ادي الشربات. حلوة فعلا. الولد عاصم كل النسخة اللي عندنا حته منها. طيب كل حبه صغيرين يا فندم انا بعترف عجبته، مش عارفه ليه كان المفروض نعمل حاجه ما تعجبوش. وادي الايه، ادي اللفائف اللي حضراتكم شايفينها اهي بالشربات. بصوا بقى شايفين جميله ازاي؟ ممكن بقى تزينوها باي حاجه انتوا عايزينها. شايفين جميله ازاي؟ والله رائعه ما شاء الله اهي. بيقولوا لي يلا عشان نلحق ندوقها. انا هدوق قبل. بصوا بصوا بس عايزه بس مخرجنا ايه، بصوا الرول شكلها حلو قوي، وبعدين بصوا نقدر نطلع التوسبيك بسهوله ازاي اهي. تسمح لي ادوقها حضرتك؟
مظبوط. ما شاء الله طعمها حلو قوي. يلا هم عايزين يدوقوا. هنستسمح حضراتكم في فاصل ونرجع ان شاء الله مع الدكتور ريهام الحياوي، في انتظاركم.